هو وكسب وعمل مكسب كبير جدا. هو ده الفرق بين النادي الاهلي بحجمه يعني وشكله ولونه وطعمه وجماهيره واي نادي تاني، مع احترامي لكل الانديه. طيب معانا الكابتن شطه المدير الفني للاتحاد الافريقي. اهلا بيك كابتن. اهلا وسهلا، ازيك يا كابتن؟ اهلا بيك، ازيكم؟ مبروك والف مبروك. الله يخليك، الف مبروك عليك يعني. ازيك كابتن شطه؟ معاك. اتفضل كابتن ربيع ياسين، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي. اهلا وسهلا، اهلا نجوم، اهلا نجوم عندك النهارده مع المباراه الحلوه دي. منور يا كابتن، احلى نجم بيتكلم. يا اسامه الله يخليك كابتن، الله يخليك. قول لي، كنت متوقع هذه النتيجه كابتن شطه؟ لا، انا اقول لك على حاجه مش هتصدقها. انا جايب العربيه، المباراه بقى لها 5 دقايق مش عارف اركن. قلت انا هركن هلاقي النادي الاهلي جاب جول. دخلت جيت النادي الاهلي جاب جول فاول دي، يعني شيء غريب الشكل. فطبعا الحمد لله ان التوقعات دي بتيجي ليه، لان انت عارف المباريات دي لازم تكون فيها حاجه مفاجاه عشان تغير نتيجتها. بالظبط، لانه التوفيق في الاول والهدف اللي جه من الضربه الثابته بتاعت معلول دي طبعا فكت المباراه تماما. يعني تحليليا المباراه طبعا يعني النجم خرج تماما من التمركز ومن من الدفاع ومن السيطره على 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 المنتال تافنس بتاعهم، يعني الصلابه الذهنيه بتاعتهم، ما عندهمش قدره على انهم يرجعوا تاني للمباراه بشكل. فطبعا الفتره دي استغلها الاهلي استغلال قوي جدا. تمام، يعني بجميع خطوطه لعب بشكل متميز جدا، استغل هذه الانتكاسه اللي حصلت له. وبصراحه يجب ان نحيي يعني جميع اللاعبين، لانهم كانوا على قدر كبير من المسؤوليه والاصرار. فطبعا الحقيقه مباراه من المباريات التاريخيه اللي ممكن الواحد ما ينساهاش طول عمره، توري قد ايه انه ممكن فرقه كبيره زي النجم الساحلي يحصل لها كولابس، يحصل لها انهيار بالشكل ده، اذا ما كانش هناك لعيبه في الملعب عندهم قدره عاليه جدا في السيطره على هذه الامور اللي بتحصل، وتبقى امور طبعا خارج عن نطاق المدرب. المدرب طبعا برضه اخطا بتاعهم خطا كبير جدا، انه ما تخيلش الوضع هيبقى بهذا الشكل. بس كانت باينه اول ربع ساعه كل التمرير كان خاطئ، كل التمركز كان خاطئ، حتى استلام اللعيب للكوره وتمريرها بمررها للخصم او بمررها للاهلي. يعني واضح انه طبعا استغلال اللاعبين بدون الرجوع للمدرب او المدرب يقول لهم اي حاجه، حسام البدري كان عندهم القدره على انهم يستغلوا هذه الظروف. يعني انا حقيقه سعيد جدا بالاداء الخططي للاعبين في تطبيق كيفيه استغلال فريق يعني عنده ارتباك في خطوطه كلها. اكيد يا كابتن شطه، انا باكد على كلامك، النادي الاهلي كان نازل النهارده وعارف هو يعمل ايه تحديدا بالضغط على فريق النجم الساحلي باستغلال اي فرص تجيله، والحمد لله ان هو عمل ما اراد. يعني بالرغم من ان فريق النجم الساحلي كان في غير حالته الطبيعيه، لكن الاهلي هو اللي ارغمه على هذه الحال. وحاجه ثانيه برضه لازم تتقال، يعني حقيقه الـ 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 المباراه دي اثبتت برضه انه البدلاء اللي موجودين كانوا على قدر كبير من بالزبط. من الحقيقه بالزبط. اداء متميز جدا يعني. انا حتى كنت خايف على نجيب جدا الحقيقه، يعني الحمد لله ان هو كان يعني كان كنت احسه بقى له فتره طويله بعيد يعني. وبعدين ازاره طبعا الاهداف اللي احرزها، انا سعيد جدا بسلوك هذا الحقيقه اللاعب ده، بيفكرني بعماد متعب اكيد او بتريكا لما يجيب هدف أكيد. او الخطيب اكيد او اللعيبه المتميزين، ما فيش اي انفعالات او تنطيط او صريخ او حاجات دي ما عندوش. هي دي عجبتني فيه، برغم انه كان محتاج انه في الاهداف اللي جابها دي يتنطط ويلف حول الملعب، اكيد لانه كان تحت الضغط ضغوط شديده جدا، لكن اعصابه الهادئه وهو بيحرز هدف وانفعالاته وفرحته يا اخي، يعني ده شيء حلو. بالظبط يا كابتن، يعني الف مبروك عليك والف مبروك على كل جماهير النادي الاهلي. كابتن شطر مدير الفني للاتحاد الافريقي، شكرا جدا على هذه المداخله الجميله جدا. طيب معانا النجم الكبير مارادونا النيل، سياده الوزير الاسبق كابتن طاهر ابو زيد، اتفضل يا كابتن.